النمل بيعد من الكائنات الاجتماعيه اللي بتعيش معا في مستعمرات منظمه، والنمل بينتشر في اماكن كتيره بس بيكون موجود اكتر في الاماكن الحاره، عشان كده بيكون موجود اكتر في الصيف. الوان النمل الاحمر والاسود والبني. النمل ما عندوش ودان بس بيسمع عن طريق الشعور بالاهتزازات الارضيه عن طريق اقدامه، وفي بعض النمل ما عندوش عيون وبيتواصل فيما بينه عن طريق قرون الاستشعار. بيتواصل النمل فيما بينه بشكل رئيسي باستخدام المواد الكيميائيه، واللي بيستطيع النمل من خلالها ارسال اشارات كيميائيه بيطلق عليها الفيرمونات، بيتم اطلاقها من خلال اجسامهم لتبادل الرسائل فيما بينهم، وبتشمل الرسائل دي التحذيرات عند الشعور بالخطر. بيترك النمل المسارات من الفيرمونات عشان تقدر تدله على مسارات البحث عن الطعام، كما انه بيستخدم الفيرمونات لجذب الجنس الاخر للتزاوج. بيعيش النمل في مستعمرات كبيره بتضم ملكه او اثنين، بتكمن وظيفتها في وضع البيض، حيث تضع الملكه الاف من البيض الذي يضمن استمرار الحياه في المستعمره، واعداد كبيره من الاناث العاملات لرعايه الملكه والمحافظه على العش وبناء الملكه، حيث تضع الملكة آلاف من البيض الذي يضمن استمرار المستعمرة، وأعداد كبيرة من الإناث العاملات لرعاية الملكة والمحافظة على العش وبنائه وجمع الطعام ورعاية الصغار. ولا تمتلك العاملات أجنحة، وهي الأفراد التي يراها الإنسان غالبا خارج المستعمرة. بتكون الملكة عادة أكبر حجما من العاملات، وبيمكن تمييزها بسهولة بسبب كبر الجزء الأوسط من جسمها أو صدرها. دورة حياة النملة. دورة حياة النملة بتختلف كل حياة لكل نوع حسب وظيفته الاجتماعية. يعني مثلا الذكور بتعيش فترة قصيرة، ده لأن وظيفتها بتكون عبارة عن تلقيح كل جيل من الأجيال المتعاقبة من الملكات فقط، في حين أن العاملات والجند بيعيشوا فترة أطول، أما الملكات فهن الأطول عمراً. وتعيش النملة إلى 6 أو 7 سنوات. وللنمل نظام اجتماعي عادل جدا، بحيث بيكون جميع أفراد المستعمرة متساويين في الحقوق، ولا تتميز نملة عن التانية، وكل نملة بتحافظ على مصلحة العامة للمستعمرة. النملة بتقدر تتعرف أو تفرق ما بين صاحبها وعدوها بلمسة بقرنيها في النسيب، والنسيب ده هو خط مرور النمل لكل مجموعة، ولكل مجموعة علامات خاصة بها بيقدروا يتعرفوا بيها على بعض، ومش بيسمح لأي نملة من أي مجموعة تانية إن هي تدخل المستعمرة. النمل بيمتلك فكين خارجين بيستخدمهما في الحفر في الأرض، وبيقدر من خلالهم يحمل الطعام، بينما يستخدم الفكين الداخلين للمضغ. بيؤدي النمل وظائف عديدة مهمة للإنسان، مثل تناول الحشرات وتلقيح النباتات ونسر البذور وتحريك التربة. لو عجبك الفيديو ما تنساش اللايك والسبسكرايب.